10 8 عندنا بداية موسم صنف من أنواع المانجا اللي هو التومي والهايدن الصنف الثاني، وعندك المايا في المحرة. عندنا موجود هنا 5 أنواع مش نوع واحد، في عندك كيت كنت، هذا أنواع متأخرة، لكن اللي نزلت في الوقت هذا اللي هي التومي والهايدن والمايا، من أجود أنواع وسطو طبيعي مش نظام ثلاجات، يعني في النكهة في الطعم في الحلاء جودة فوق الخيال، يعني في الطعم والحلاوة، يعني مواصفات عالية، زريعة نظيفة. بالنسبة عندنا للمنتوج، المنتوج يعني مش مقارب للعام الماضي، أقل درجة عوامل الجو هيك، أما في النظافة جودة عالية. وين؟ كان نروح نشوف شيء.